يسعى اتحاد الجزائر للعودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا عندما يواجه فريق ريفرز يونايتد في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي. نتابع المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسين بوصالح. في أجواء تملأها الثقة والتفاؤل يستعد فريق اتحاد الجزائر لرحلته إلى نيجيريا حيث سيواجه نادي ريفرز يونايتد في مباراة ذهاب الدور الربع النهائي لكأس الكاف. ولعل النتائج الإيجابية التي يسجلها الفريق على مستوى الدوري المحلي ستنعكس بالشكل الإيجابي على أشبال المدرب الإسباني كارلوس غاريدو. بالفعل تنتظرنا مباراة في غاية الأهمية لأنها ستمهد طريقنا للتأهل إلى الدور النصف النهائي، وهو ما يحفزنا أكثر من أجل مواصلة المنافسة. كل هذا يجعل اللقاء صعبا، غير أن مباراة الذهاب واللعب في إفريقيا دائما ما تجعل المأمورية صعبة، خصوصا وأنها تتزامن مع شهر رمضان الكريم، ولابد من معرفة التعامل مع هذه الوضعية إن أردنا إكمال المشوار في هذه البطولة. كما سيواجه نادي اتحاد الجزائر عدة تحديات كبيرة ليس أقلها عامل الطقس والصيام، حيث تم برمجة اللقاء قبيل موعد الإفطار، وهو ما يتطلب من اللاعبين جهدا إضافيا، غير أن العزيمة ستكون حاضرة للعودة بنتيجة إيجابية خارج الديار. مباراة صعبة ومعقدة، لكننا نظل بطل هذه النسخة ونحاول أن نبقى الأفضل من أجل تحقيق انتصار مهم قبل مباراة الإياب بميداننا. احنا أصحابنا حضرنا المباراة بجدية، إن شاء الله نكون واعيين للماتش هذاك، ما قلت حيكون عزوج، إن شاء الله نكون واعيين له. الحمد لله إن شاء الله نروح بعيد في هذا المشوار ونكون حسن ظن كاع الجميع كاع الجزائر كلها. يدرك اتحاد الجزائر أن العودة بفوز من نيجيريا سيمهد طريقه للتأهل للدور النصف النهائي، بما أن مباراة الإياب ستلعب بميدانه وأمام جماهيره. حسين بصالح، بي إي سبورتس، الجزائر.